اللي احنا شفنا هنا في هالمخيم، مخيم الاماراتي تابع لهلال الاحمر الاماراتي، والقائمين على هاي المخيم، يعني احنا ولا شيء، اقدر اقول ولا شيء اللي سويناه. احنا بدايه، يمكن بدايه التعاون بيننا وبين المخيم، ان شاء الله جايات يكون اكثر واكثر. واللي شفنا احنا في المخيم من الاعمال ومن الجهود ومن القطاعات اللي موجوده، يعني مو مقصري، يعني القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاع الاجتماعي، النفسي، كل شيء، يعني مو مقصري، سوبر ماركت وغيره وغيره، حتى رياض الاطفال والمشغل مال صاحبة سمو الشيخة فاطمة. احنا كأبناء زايد، أبناء الإمارات، يوم نشوف المخيمات والمستوى النوعية، أنا شايف، أنا زاير مخيمات لاجئين في كذا مؤسسات دولية، بس بهذا الحجم بهذا الشكل، هاي مو مخيم صراحة، هاي 5 نجوم. فما في إلا احنا نقول يعني الله يطول في أعمار شيوخنا، الله يحفظهم بدعمهم السخي لهذا المخيم، وأيضا القائمين والداعمين ومؤسسة الهلال الأحمر على رأسهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر، والإدارة والقائمين والمتطوعين. صراحة شيء فخر، فخر لدولة الإمارات ولأبناء زايد، وفخر للأمة العربية والإسلامية كلها. شكر خاص للمملكة الأردنية الهاشمية على توفير هذا المكان، مكان آمن، ودعمهم اللوجستي للمخيمين والتسهيلات لكافة الإجراءات حتى منذ وصولنا لحد الآن. والشكر خاص أيضا لسفارة دولة الإمارات هنا في عمان على دعمهم للفريق العمل، فريق ديهاد وفريق إندكس، للوصول ولتسهيل مهامهم. وشكرا.